شدد مرشح الدائرة الأولى الدكتور حسن جوهر على أن الثوابت الوطنية والدفاع عن الدستور مصدر القوة. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت في منطقة بيان تحت عنوان خبايا الحوار معركة البناء. وأوضح جوهر أن مشاركته في الحوار الوطني جاءت بعد دعوة كريمة من القيادة السياسية، ولكنه لم يختار أطراف الحوار. أنا شاركت في الحوار وتلقيت دعوة كريمة من صاحب السمو الأمير، وباتصال مباشر من وزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله مبارك للمشاركة بحوار وطني. لست من اخترت أطراف هذا الحوار، ولكن تلبية لهذه الدعوة السامية واستجابة لهذه الرغبة شاركت في الحوار في وقت كانت الأزمة السياسية في الكويت في ذروتها، في وقت كان هناك غليان شعبي من الغضب والاستياء. دخلت الحوار كحسن جوهر اللي الشعب الكويتي أولاني ثقته من سنة 1996. شاركت في الحوار أحمل في رقبتي دين هذه المصداقية وهذه الثقة اللي أولاني إياها الشعب الكويتي، ولذلك دخلت الحوار وبمعية رجل من رجالات الكويت، محل ثقة كبيرة عندي وكان سند وعضد، وهو الأخ مهلهل المضف. دخلنا بثوابت الكويتيين، دخلنا دفاعا عن الدستور، دخلنا حماية لمقدرات ومكتسبات الشعب الكويتي، دخلنا نقول الكلام اللي نقوله في العلن نقوله في الحوار الوطني، دخلنا نترجم هموم الناس، غضب الناس، إرادة الناس، طموحات الناس. اخترنا أن نقول ما نقوله ونطالب فيه في العلن وفي هذه الندوات وتحت قبة البرلمان، نقوله في الديوان الأميري. لهذا شاركنا في